مطمر برج حمود، أو الأصح مطمر برج حمود الجديد. كتار بيعرفوا الإشاعات حوله، بس قليل بيعرفوا الحقيقة. على أثر أزمة النفايات سنة 2015، اتخذت الحكومة اللبنانية عام 2016 قرار بإنشاء مطامر ببرج حمود والجديدة والكوستا برافا، مقابل دفع مبلغ 32 مليون دولار على 4 دفعات للبلديات اللي بتكون هالمطامر ضمن نطاق البلدة. بالإضافة إلى ذلك، تدفع الحكومة للبلديتي الجديدة وبرج حمود مبلغ 50 مليون دولار، أي 25 لكل من البلديتين، كمساهمة لتمويل مشاريع تعنى بالبنى التحتية. تعاطت بلدية برج حمود بواقعية وتحملت العبء لتنهي هالأزمة وليتم معالجة جبل النفايات يلي كان بمثابة إنبلة موقوتة. وبناء على قرار الحكومة، توقع عقد بين بلدية بيروت وبلدية برج حمود، بيتم نقل بموجبه جزء من نفايات بيروت إلى مطمر برج حمود مقابل مبلغ 6 ملايين دولار. بالوقت نفسه، توقع عقد بين الحكومة والمقاول لإجراء عمليات الفرز والطمر. يعني النفايات كانت توصل على برج حمود موضبة، وعلى البلدية مراقبة فقط. وللملاحظة، كل العقود مرقت بديوان المحاسبة. ما حصلت بلدية برج حمود لحد اليوم غير على دفعة واحدة من الحكومة اللبنانية. بالمقابل، راقبت أعمال التمر ليكون المطمر مطابق لكل المواصفات العلمية والصحية. مين من الطرفين بيكون أخل بموجباته القانونية؟ شو كان صار لو بلدية برج حمود قررت ما تتحمل الأعباء؟ وين كانت هالأصوات وقت كانت النفايات عم تنطمر بالبحر من سنين وتكون فيهم جبل النفايات؟ بال2018 تم إقفال مطمر برج حمود نهائياً، فيما مطمر جديدة مازال مفتوح. اليوم وبفضل جهود بلدية برج حمود، صار عنا أرض ما بتشكل أي خطر، لأن الرقابة كانت جدية. وأكتر من هيك، جبل النفايات اللي ضل عشرات السنين على ساحل المتن ومدخل بيروت مع أضراره البيئية ما عاد موجود، بفضل البلدية اللي تابعت الموضوع رغم كل محاولات العرقلة والضهود والإشاعات والتهرب السياسي. خلاصة الوقائع، من جهة تم حل أزمة النفايات اللي كانت عم تخنق بيروت والمتن وكسروان، بنفس الوقت تم إزالة جبل النفايات بأحدث المعايير الصحية والبيئية مع اتفاق تنموي برقابة الوزارات وديوان المحاسبة. من جهة تانية، افتراءات وإشاعات. الإشاعة بتنتشر بسرعة، وأنتو انشروا الحقيقة.